السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عماد في فيديو جديد وتجربة جديدة. النهاردة أنا في وجدة. طبعا أنا خدت رحلتي من طنجة لحد السعودية، من السعودية نزلت على وجدة وقلت أخد تران من وجدة، واكتشفت إن في تران للنوم كنت شفته قبل كده وحبيت إن أنا أجربه. والتران دوت بيتحرك من الناظور ووجدة في اتجاه مراكش، وفي واحد تاني بيتحرك من مراكش لحد طنجة. فأنا اللي هاخده النهاردة هو من وجدة لحد الرباط، حيت انا غادي للرباط، وحابب ان انا اجربه اشوفه كيفاش داير، حيت احنا اصلا عندنا واحد في مصر، فانا عايز اعرف هو بحاله ولا احسن منه ولا كيفاش داير. ففي الفيديو دوت هنشوفه واكتشفه انا كمحمد، وهقول لكم كل التفاصيل دياله في الاخر، اذا كان ازاي تحجزه، السعر دياله، لان السعر بيختلف من على حسب كل مكان حجزت منه. يعني انا حجزت من وجده هنا لحد الرباط، بتختلف طبعا لو انت حجزت الخط كامل من مراكش لحد طنجه او من مراكش لحد وجده والناظور بيختلف. فيلا بينا نكتشف القطر دوت عامل ازاي، وهل يستاهل ولا لا، وهل انت اصلا كشخص تروح بعربيتك ولا تروح القطر دوت. فيلا بينا. جينا وجدة، عندنا هنا اسكال تقريبا 5 ساعات، فيلا نتسارى بسرعة كده في وجدة نلحق قبل القطر بتاعنا ما يجي، نشوف المدينة، نشوف المدينة القديمة ديالهم، نشوف البيبان ديال المدينة القديمة ديالهم، لان عندهم باب مشهور جدا هنا، ونتسارى في المدينة شوية. ويلا بينا. الساحة اللي احنا فيها دابة مشهورة جدا في وجدة، ده مسجد الفضيلة، المسجد موجود هنا في الساحة، ودي الساحة كاملة اللي احنا فيها. وهنا المدينة، ده السور بتاع المدينة، والباب اللي هناك دوت باب مولى عبد الوهاب تقريبا، المهم باب مشهور جدا، ندخل منه للمدينة نشوف عاملة ازاي. ودلوقتي جه ميعاد القطر، قضينا يوم حلو، اسكال حلو، 5 ساعات او 6 ساعات في وجدة. دلوقتي جينا عند المحطة، المحطة ورايا هناك اهي، علشان ندخل نركب القطر، نشوف القطر ميعاده الساعة 9:30، هيوصل الرباط الساعة 6:30. فيلا بينا ندخل نكتشف القطر الفشيخ ده، لان انا دافع كتير يا جدعان، فخاص يبقى فشيخ، عشان لو مش فشيخ مش هسامح نفسي. جيت علشان اركب القطار، فالمحطة دي قديمة، داروا واحدة جديدة قريبة منها هنا في الشارع من هنا، فالمحطة دي دلوقتي مقفولة، محطة وجدة القديمة. يلا نروح المحطة الجديدة. جينا محطة وجدة الجديدة. وجدة فيها محطة جديدة جامدة جدا، بسم الله ما شاء الله. بصوا المحطة عاملة ازاي، حاجة كده فخر من الآخر. لا 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 لا، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. ندخل جوه ونكتشف المحطة دي عاملة ازاي. باشا لسه داخل دابة. بسم الله ما شاء الله. اول حاجة احنا عندنا هنا مكان نحطه في الكوباية، دي للشرب صح ولا دي للأدي؟ دي للصابون، حنفية. عندنا هنا نور، يا كده الواحد نور.
تمام. خلي عندنا هنا عشان نعلق الشماعات. هو ده كرسي. عندنا هنا فيشة، دي اهم حاجة عشان نشحن حاجتنا. عندنا هنا لا ده مش طبعا. هنا في كرسي الواحد يقعد عليه، وهنا دي للعمل. عندنا ده سرير. هو ايه ده؟ النور اللي هو فوق انذار للحريق. عندنا هنا الصوت بتاع كل محطة. عندنا دي بتنزلها كده اللي هو الاضاءة دي للنعاس لو انت هتقرأ حاجة. اعوان المكتب في خدمتكم. لو انت هنا محتاج مساعدة او حاجة افترض يعني كان في اي مشكلة. عندك هنا طبعا الستاير، اقفل الستارة، افتح الستارة. عندك طلع دي وانت حابب تشوف الفيو. هنشوف الفيو باذن الله لما يبتدي النهار يشقشق، هيبقى الفيو واعر وفاخر من الاخر يا باشا. لا 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 الشغل ده فاخر من الاخر. ده طبعا دولاب بس يا باشا، دي نعاس احلى نعاس. هنا في ميه بارده وسخنه. عندك هنا الميه البارده والميه السخنه، يعني مش ميه عاديه وبس، لا ده في بارد وسخن. حاجه تانية ان احنا هنا عندنا سله مولات عشان ما توسخش الغرفة. وعندك هنا فيشة تانية، يعني في فيشة اهي وفيشة اهي وفي فيشة تانية. وعندنا هنا شوية تعليمات لازم انت تتبعها. هنا عندنا مكيف تمام، وعندنا ايه تاني بس كده. حسيت ان الهوا جاي من فوق فقلت مكيف. عندنا هنا لوكر، نسيت اقول لكم ان في هنا لوكر اهو عشان محدش يدخل عليك. وعندنا ده حمام. حمامنا طبعا حلو. نقفل. بتقفل ازاي ده؟ اهو كده. هنا برضو عندك ميه تانيه. صباح الفل يا باشا. وعندك التواليت اشكل هنا، ده شكل الحمام نضيف. عندك مناديل ممكن ترمي فيها 100 دلوقتي. خبط عليا الشخص اللي خدم هنا وجاب لي ازازه ميه. سيدي علي شكرا لحضرتك، لازم تحطه عشان المكان عليه. وجاب لي ده نكلوك اللي بنلبسه في رجلينا، هنلبسه دلوقتي. قال لي هنا. وجاب لي دي، تعالى نشوف دي فيها ايه. تعالى نحاول نفتحها. حاجة دي فوطة، فوطة بجد علشان اقدر ان انا انشف ايدي. ده معجون اسنان، فرشة اسنان. دول سدادين ودان علشان الصوت بتاع السكة الحديد، صوت القطر وهو بيمشي. ودي صابونة علشان اقدر ان انا اغسل ايدي. صابونة صح؟ صابونة يعني هم اصلا يعني هم اصلا حاطين صابون هنا وكمان مدينا صابون اللي هو زيادة الخرخر يعني. أول حاجة القطر اتحرك في ميعاده بالظبط اللي في التذكرة، 9:35 دقيقة اللي في التذكرة بالظبط. 9:35 دقيقة اتحرك. أول ما ابتدى يتحرك جه الشخص اداني الحاجات المستلزمات بتاعتي. بصراحة غرفة جامدة، حجمها حلو جدا، مريحة. الكرسي ده مريح جدا، السفنج بتاعه، السرير نفسه. بصوا السرير عندي تلات غطيان علشان الجو. الجو هنا مش حر، الجو هنا يعتبر يكاد يكون ممكن نقول درجة الحرارة 25-23 في الحدود دي، اللي هو ما بين البرد وما بين الحر. درجة حرارة حلوة جدا. ان انت اصلا تقعد تخدم باللابتوب حاجة جامدة. فبصراحة تجربة جامدة جدا في المكان دوت. وسدادات الاذن اللي ادوها لي علشان تقدر تنام براحتك. فهننام ونصحى الصبح نحضر طبعا النهار، ونفتح الشباك ده واحنا قاعدين ونبقى شايفين النهار والفيو الجامد اللي هيظهر من الشباك هنا. واقول لكم بقى الاسعار بتاعت القطر دوت وتحجزوه ازاي وبقيه التفاصيل.
يا صباح الفل، الساعة دلوقتي 6، المفروض كمان 40 دقيقة يوصل القطار. صراحة نومة حلوة، ما حسيتش خالص إن القطر بيتحرك. أجمل مرة ركبت فيها قطر هي المرة دي، مرتاح ما حسيتش بالوقت خالص، نايم يا باشا ومرتاح جدا ومتغطي ويقف بيتحرك، ما حسيتش بأي حاجة. أنا كمحمد ما حسيتش وهو ماشي، ما حسيتش بأي حاجة خالص. بصراحة تجربة جامدة جدا إنك تجرب قطر النوم، حاجة فخر من الآخر، وإن شاء الله نوصل على خير. أنا كنت راكب في السنجل دي غرف مشتركة فيها سريرين، طبعا بثمن أرخص زهرة، بس أنا طبعا كنت راكب في السنجل، وده القطر دلوقتي وصل. تعالوا وبكده نكون وصلنا الرباط، الوجهة بتاعتنا. اللي كان عايز يعرف التذكرة عاملة كام، التذكرة كانت عاملة 670 درهم، غرفة سنجل تمام، وشاملة كمان الفطار، بس الفطار مش بيجي لك في الغرفة، الفطار بيكون في المحطة لما بتوصل. طبعا أنا وصلت رابا فيل، والفطار في رابا أجدال، وأنا أصلا ساكن جنب رابا فيل مش رابا أجدال، وكمان ما كنتش أعرف طبعا الحجز بتاعي على رابا فيل، ما ينفعش أنزل رابا أجدال، قوانين يعني. المهم فبعد كده تقدر تنزل على رابا أجدال، تروح بالتيكت بتاخد الفطار بتاعك، ليك فطار شامل يعني التذكرة. القطر حلو جدا، انا ما حسيتش ان خالص ان انا كنت راكب في قطر، الوقت عدى بسرعه. بصراحه تجربه جامده وحلوه. طبعا لو انت حجزته من مدن تانية زي من الناظور مثلا لمراكش او من طنجه لمراكش، هيختلف طبعا السعر ممكن يقل. لو انت واحد مثلا ما عندكش مع البرايفسي تحجز سنجل، لو انت ما عندكش مانع انك تبات مع حد ممكن تحجز دبل، اللي الغرفه اللي انا وريتها لكم. وبس كده ان شاء الله نقدر نركبه تاني وتالت ورابع في السفر في المغرب باذن الله. واي حد حابب يركبه، في حد هيحب مثلا يركب طياره، في حد هيحب ان هو يركب قطر النوم، فكل واحد على حسب اذواقه. بس كده اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عندك اي تعليقات او اي اسئله حطها في الكومنتات تحت. سلام.